مهما كانت يعني مهما كانت الأسباب. ولكن للأسف ربما سنعود للحديث عن هذا، النفس صارت لم تعد غالية وعزيزة بنفس القدر الذي كانت عليه زمان، لأنه سبق وأن حدثت مثل هذه الأشياء ليس فقط في الجزائر ولكن في بلدان أخرى، ولكن في كل مرة لجان تحقيق، في كل مرة الصحافة تتكلم، في كل مرة هناك تنديد وانتقاد، ولكن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. أعتقد بأنه هذا ما حدث يمثل صدمة كبيرة، أتمنى أن يكون درسا آخر بالنسبة للمسيرين والمسؤولين على مستوى الرياضة الجزائرية، ونتمنى إن شاء الله الرحمة للضحايا وأيضا الصبر لعائلتهم، لأنه فعلا حدث كبير جدا. نعم، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الاستوديو. هل تعتقد أن ما حدث في ملعب 5 جويلية هو ربما ناتج عن تكدس الجماهير في مكان ما؟ لا لا لا. أو ربما لتحمل المدرج لأكثر من طاقته الاستيعابية، أم أن الأمر يتعلق فعلا لإهمال المسؤولين لهذه المنشأة الرياضية القديمة والعريقة في نفس الوقت؟ أولا، الملعب هذا يتسع لأكثر من 70,000 متفرج في الجزائر، هو تحفة كروية يشهد بأنها واحدة من أروع المتاحف التحف الموجودة في عالم كرة القدم، دشينا منذ حوالي 41 سنة بالضبط، منذ سنة 1972. المشكل لم يكن في الاكتظاظ، والمشكل أكبر من أن نحصره في المدرجات أو في إدارة الملعب أو في الرابطة أو الاتحادية أو في أنصار الفريقين. المشكل أكبر من ذلك، أعتقد بأنه المرافق الرياضية الموجودة في الجزائر عموما بالرغم من كثرتها، أعتقد بأنها صارت اليوم لا تستجيب للشروط الأمنية المفروضة من طرف الفيفا. تعرف اليوم بأنه الفيفا أهمها الأساسي هو حماية اللاعبين وحماية المناصرين قبل الفرجة في حد ذاتها. الجزائر لمن لا يعرف عندها 1200 نادي، عندها 1500 ملعب، تنظم أسبوعيا 3000 مباراة، تنظيم 3000 مباراة ولا يحدث فيها أي شيء، أعتقد بأنه أمر يجب أن نقف عنده. ضف إلى ذلك أنه عندنا 1200 نادي يعطيه لك 6000 فريق، لما نحسب كل نادي عنده 4 أصناف، 6000 فريق يعطيونا 3000 مباراة في الأسبوع، 3000 مباراة في الأسبوع لو تخصص لها 10 من رجال الشرطة معناها 300,000، 3000 مباراة لو يحضرها 1000 متفرج لكل مباراة معناها توصل إلى 3 ملايين شخص، تقريبا 3 ملايين شخص يحضر مباريات الكرة أسبوعيا في ملاعب الجزائر اللي هي عددها 1200. لما تحدث حاجة مثل هذه مرة في الزمن، أعتقد بأنه أمر هين، ولكن النفس الإنسانية ليست هينة. أكيد. نفس الإنسان إذا مات شخص أو مات مليون هو نفس الشيء يعني. أعتقد بأنه مرافقنا صارت تجاوزها الزمن في بعض الأشياء، وأعتقد بأنه شيء مثل هذا يعيد المسؤولين إلى مسؤوليتهم الحقيقية. مسؤوليتهم الحقيقية هي ضرورة العناية والاهتمام بالنفس الإنسانية، سواء كان لاعب أو مسير حكم أو حتى أو مناصر. نعم. لأنه تعرف بأن قوانين الفيفا اليوم تفرض على الحكام أنهم يعتنيوا أيضا بأمن المناصرين. نعم. ولكن يجب أن نضعها في نصابها، هذا ليس عنفا حدث في الجزائر في مباراة، هو حادث أوكي، ولكن ليس بسبب عنف حدث بين مناصرين. المناوشات تحدث في كل ملعب، مناوشات تحدث أسبوعيا في الجزائر، ولكن أن تصل إلى موت 2 بسبب سقوطهم وإصابة الثالث. نعم. بسبب عنف. في نفس السياق حفيظ، وقعت سابقا يعني أحداث من هذا القبيل، مثلا حادثة ملعب 20 أوت راح ضحيتها عشرات المناصرين، أيضا حادث ملعب زيوي وحوادث أخرى. هل تعتقد أن عدم ترشح الجزائر ربما لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس إفريقيا أو كأس العالم هي سبب في عدم الاهتمام أكثر في المنشآت الرياضية؟ لا 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 لا. في ملعب 5 جويلية مثلا اللي احتضن في العشرية الماضية ألعاب إفريقية وألعاب عربية مرتين، ويتم إعادة تأهيل الملعب، صرفت الملايير من أجل إعادة تهيئة ملعب لاحتضان منافسات ألعاب عربية وألعاب إفريقية، لأنه كان الملعب الأساسي والرئيسي للمنافسات، ومع ذلك شفنا المدرجات وما حدث فيها. هذا الأمر يجب أن يؤدي بنا إلى إعادة النظر والمزيد من الصرامة في مراقبة هذه المرافق، المرور عليها ومراقبتها كل سنة لملا، لأن هناك لجان تقوم بهذه المهمة. اللجان هذه رأسها الوالي في الجزائر، الوالي هو المحافظ في بعض البلدان الأخرى، الوالي اللي هو المسؤول الأساسي عن الحماية وعن الأمن هذه المرافق وضمان أنها تكون في المستوى. أما باقي الحماية والشرطة والاتحادية والرابطة هم أعضاء فقط في هذه اللجنة التي يرأسها الوالي في كل ولاية. نعم. قائمين على الشأن الرياضي في الجزائر في هذا الموضوع، هذه الحادثة التي وقعت، ألا تعتقد أن أيضا الأندية تتحمل جزءا من هذه المسؤولية باعتبار أنها لا تضغط على الوزارة
للاهتمام أكثر ولتقديم ميزانية محترمة لصيانة وتحديث الملاعب حماية في آخر المطاف لمناصري هذه الأندية؟ إذا جئنا نتحدث عن التقصير فهناك تقصير في مستوى معين أو في مستويات معينة، هناك تقصير، ولكن يجب أن ننسى بأن هذا الملعب ليس ملكا لأي نادي، هو ملعب ملك للدولة، هو ملعب تحفة، هو ملعب واحد من الملاعب الكبيرة والجميلة والرائعة واللي عندها تاريخ. لما يكون على هذا الشكل أو يحدث فيه أمر مثل هذا فيعني بأن هناك خلل على مستوى كبير جدا، ليس على مستوى لا نادي ولا رابطة ولا اتحادية ولا ولاية ولا مدير ملعب، حتى مدير ملعب، لأنه أعرف بأن هذا المدير هو مدير ملعب منذ 6 أشهر، وأعرف أيضا بأن هذا الملعب صرفت عليه الملايير، صرف عليه بقيمة ما يمكن أن نبني به ملعب آخر، ومع ذلك لازال في هذا الحالة، ومع ذلك أرضية ميدانه كنا شاهدناها كلنا، المنتخب الجزائري لا يستطيع أن يلعب فيه، اختار أن يلعب في ملعب آخر. أعتقد بأن المشكل أيضا هو مشكلة الصيانة، نحن مشكلتنا صيانتنا حتى في مع أنفسنا، لا 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 نصون أنفسنا كما ينبغي من ناحية المتابعة ومن ناحية الطبية، لا نصون حتى سياراتنا وحتى منازلنا، فما بالك بملعب. أعتقد بأن المسؤولية المدنية موجودة، حتى المسؤولية الجنائية، لأنه هناك مسؤولية جنائية، من المفروض النائب العام يرفع قضية هنا ضد مجهول في انتظار معرفة من هو المسؤول المباشر ليتحمل المسؤولية، ولكن لا شيء من هذا القبيل حدث. حفيظ، سيد علان طرح نقطة مهمة هي أوجه المقارنة، إذا صح التعبير، مع بلدان إفريقية لم تكن لها أو لم يكن لها تاريخ في الرياضة بشكل عام. أنغولا مؤخرا في السنوات العشر الأخيرة، جنوب إفريقيا باتت لديها منشآت رياضية رائعة نشاهدها في ربما المسابقات القارية. ما عدا جنوب إفريقيا لا مجال للمقارنة مع بلدان إفريقيا أخرى. ما المانع من أن تتوفر الجزائر على منشآت رياضية محترمة؟ الأموال موجودة وكل شيء موجود. طبعا نحن اشتغلنا على الكم ولم نشتغل على الكيف، ليس فقط في مجال الرياضة. قلت لك منذ حين بأنه عندنا 1200 ملعب في الجزائر، لا أعتقد بأنه أمريكا عندها 1200 ملعب أو إسبانيا أو فرنسا عندها 1200 ملعب، ولا أعتقد بأن هناك بلدان تملك 1500 نادي. ممارسة الكرة في الجزائر كبيرة وكبيرة جدا، ولكن يبقى الصيانة تنقصنا كثيرا، تبقى الجودة أيضا تنقصنا كثيرا، تبقى المتابعة أيضا والمراقبة تنقصنا كثيرا، تبقى العقاب أيضا ينقصنا كثيرا. أعتقد بأن هذه العوامل التي أدت أو تؤدي في كل مرة إلى مثل هذه الكوارث. ليس هناك مشكلة إنفاق في الجزائر، لأن الجزائر أعتقد لديها الإمكانيات وصرفت الكثير، ولكن هناك من يصرف الكثير ولكن لا يحسن كيف يصرف هذا الكثير. لذلك وجدنا اليوم أنفسنا أمام كم هائل من المرافق، ولكن من دون تسيير شيء جيد ومن دون صيانة جيدة، هذا هو المشكل الأساسي. ماذا تعتقد، كلمة أخيرة، ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها بعد ما حدث في ملعب 5 جويلية؟ طبعا أنا متأكد بأنه لن تكون هناك إجراءات كبيرة صارمة ملفتة للنظر ستحدث ما عدا غلق الملعب. الإجراءات التي يجب أن تتخذ، هناك إجراءات لو اتخذت، لو احترمنا مثلا لوائح الفيفا فيما يتعلق بالملاعب، ولا ملعب في الجزائر يستجيب لما تتطلبه الفيفا. أقول لك ولا ملعب، بما في ذلك تلك الملاعب الجميلة من حيث الجمال، الجميلة التي تتسع ل 50,000 متفرج، ولكن لا تتوفر على الشروط الأمنية الأساسية. الشروط الأمنية تقول لك بأنه بين الجمهور، بين المدرجات والملعب، لا يجب أن يكون هناك حاجز. نحن كل ملاعبنا فيها حواجز. يجب أن يفرغ الملعب 5 دقائق بعد أول صافرة إنذار. وراه الملعب في إفريقيا وفي عالمنا العربي الذي يفرغ من الجماهير بعد 5 دقائق. وراه الملعب الذي يمتلئ 5 دقائق قبل بداية المباراة. شفنا الكامبينيو، تشوف 5 دقائق قبل بداية المباراة ولا واحد موجود في المدرجات، موجودين المئات. مع بداية المباراة يطلعوا 80,000. نفس الشيء بالنسبة لي، لازم إعادة بناء أو هيكلة الدول والبلدان وليس الملاعب فقط. أشكرك جزيلا شكرا حفيظ. حفيظ الدرجي معلق الجزيرة الرياضية على قبول الدعوة وحضورك معنا. أشكرك وأشكر كل المشاهدين. أضرب لكم إن شاء الله موعدا في قادم الحلقات. إلى ذلك الحين مشاهدين، هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، في أمان الله. Let's go.